السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثالث من الوحدة الأولى واللي كان عنوانها We make our food. We make our food يعني نحن نصنع غذائنا. طبعا الدرس الثالث مليان ودسم، فيه حاجات كتير جدا هنتكلم عنها، لازم تصبر معايا وتركز في كل حاجة. طبعا هنتكلم فيها عن لايك اللي معناها يحب، وود لايك اللي معناها يريد، وهاو اباوت اللي بتستخدم في الاقتراح، وكلمة نيد اللي معناها يحتاج، وامتى استخدم نيد ونيد تو، وامتى استخدم ذير از، وامتى استخدم ذير ار، وازاي استعمل ا او ان او سم او اني. اوعى تبعد وخليك معانا وركز كويس جدا. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنت اشتركت في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي هنعملها ان شاء الله في منهج الصف الخامس. يلا بينا. طبعا شكل ما قلنا حبايبي ان الدرس التالت دسم شوية، يعني في بعض language notes اللي انا لازم اخد بالي منها، وكمان في grammar كده عن كيفية استخدام a و an و some و any. الموضوع معانا ان شاء الله سهل جدا وبسيط بس مع قليل من التركيز. تعالوا نتكلم اول حاجة عن كلمة لايك. كلمة لايك حبيبي معناها يحب. تاني كلمة لايك حبيبي معناها يحب. ولايك دي حبيبي يا اما بيجي وراها verb plus ing يعني الفعل مزود له ing، يا اما بيجي وراها noun. كلمة noun حبيبي يعني اسم، بمعنى ان انا ممكن اقول I like playing football، يعني انا بحب لعب كرة القدم. طيب هبص هنا على like هلاقي جاي وراها verb plus ing، يبقى لما يديني في الاختيارات اقول I like play ولا playing، حاوله لا I like playing football. يسألني ليه هقوله لان like بيجي وراها verb plus ing. طيب قال لي كمان like ممكن يجي وراها noun. noun يعني اسم، يعني ممكن اقول I like football يعني انا بحب كرة القدم. يبقى اذا هنا جاب لي ورا like اسم على طول، يبقى اذا like بيجي وراها حاجة من الاثنين، يا اما هيجيب لي وراها فعل فيه ing شكل playing، او يجيب لي وراها noun يعني اسم على طول شكل كلمة football. طيب تعال بقى على كلمة would like. كلمة would like حبيبي المعنى الغالب ليها هو يريد حبيبي. تاني would like معناها يريد، وقال لي would like دي بيجي وراها حاجة من الاثنين. قال لي would like دي ممكن يجي وراها to plus the infinitive، يعني مش هيجي وراها فعل في ing. قال لي لا، اما يجي وراها to زائد المصدر، يا اما يجي وراها noun. noun حبيبي بمعنى اسم. تاني يبقى هتشترك مع like في ان بيجي وراها اسم، اما would like هيجي وراها to زائد المصدر، مش هيجي وراها فعل في ing. بمعنى لما يجي يقول لي I'd like ايه apostrophe دي دي، قال لي دي اختصار لكلمة would، فقول لي I'd like watching ولا to watch films. يعني انا بحب مشاهدة الافلام. قال لي طالما لقيت قبل لايك وود ومديني verb plus ing او مديني to plus الانفينيتيف، يبقى على طول هختار to plus الانفينيتيف يعني to زائد المصدر. فهنا لازم اقول I would like to watch TV، I would like to watch films. طيب قال لي ممكن يصعبها شوية، قال لي ايوة ممكن يقول I would like يعني انا اريد، ويجي يقول لي كده في الاختيارات eating fish ولا eat fish ولا fish بس. هنا بقى بدأ يصعب الامر عليا شوية. طبعا في ناس هتجري على eating، هقول لك لا لاحظ ان في would قبل like، فلازم اجيب to plus الانفينيتيف يعني to زائد المصدر. طب يا مستر اخد eat، هقول لك لا eat محتاجة to. طب قلنا الحالة التانية would like بتيجي، قال لي بتيجي وراها اسم او بيجي وراها اسم.
طيب في هنا كلمة fish، ده الاسم، يبقى عادي جدا ان انا اقول I would like fish، يعني انا اريد سمك. تاني I would like fish، فاذا would like ممكن يجي وراها to زائد المصدر او ممكن يجي وراها الاسم مباشرة. تعالوا بقى حبايبي على كلمة how about. how about دي بتستخدم في الاقتراح. how about دي حبايبي بيجي وراها الverb plus ing او النون. تاني بيجي وراها حاجة من الاثنين، يا بيجي وراها الverb plus ing يعني الفعل مضاف له ing، يا اما بيجي وراها النون. النون حبايبي اللي هو الاسم. فيجي يقول لي كده how about، ماذا عن. تاني how about معناها ماذا عن، ويجي يقول لي play plays or playing tennis. عايز يقول لي ما رأيك او ماذا عن لعب التنس. اقول له how about، بيجي وراها verb plus ing فحقول how about playing tennis. تاني how about playing tennis. طب الحالة التانية، اللي الحالة التانية بيجي وراها اسم، يعني ما بيجيش وراها to زائد المصدر، يبقى ممكن يجي وراها verb plus ing اسم. تاني ممكن يجي وراها verb plus ing او ممكن يجي وراها اسم. يعني لما يجي يقول لي كده how about eat a salad ولا to eat salad ولا salad، على طول اقول له how about ما ينفعش يجي وراها فعل في اس، ولا ينفع يجي وراها to زائد المصدر، يعني ما فيش ing خلاص، ما هو ما فيش ing يبقى هاخد النون اللي هو الاسم فاقول how about salad. about salad يعني ماذا عن السلطة. قال لي حبيبي في حاجة تانية برضو بستخدم فيها الاقتراح وبستخدمها في الاقتراح، اللي هي كلمة let's، ودي برضو هتقابلنا في الدرس. let's معناها هيا بنا. تاني let's معناها هيا بنا، بس let's دي حبيبي بيجي وراها مصدر فقط لا غير. يعني لما يجي يقول لي let's go goes going to the zoo، يعني هيا بنا نذهب الى الحديقة، هقول له let's بيجي وراها مصدر، فبالتالي هقول let's go. let's go to the zoo يعني هيا نذهب الى الحديقة. شكل ما قلنا حبايبي ان الدرس بتاعنا دسم شوية، يعني هيكلمني برضو في الدرس ده عن كلمة need اللي معناها يحتاج. قال لي برضو need دي بيجي وراها حاجة من الاثنين، قال لي هيجي وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر، يا اما هيجي وراها noun حبايبي بمعنى اسم. تاني هيجي وراها to زائد المصدر يا هيجي وراها اسم. يعني انا ممكن اقول I need to buy vegetables، يعني انا محتاج اشتري خضروات، وهنا نيد هلاقي جاي وراها to plus infinitive. او ممكن اقول I need يعني انا محتاج vegetables على طول، يبقى اذا need اما هيجي وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر، اما هيجي وراها الاسم مباشرة. طبعا حبايبي من الحاجات المهمة جدا في الدرس ده هو استعمال there is اللي معناها يوجد، with there are اللي برضو معناها يوجد، وهنا لازم اعرف امتى اقول there is وامتى اقول there are قبل الاسم. قال لي there is حبيبي بتيجي قبل نوعين اتنين من الاسماء، الاسم المفرد singular noun او اسم لا يعد يعني كمية. there are ما بيجيش غير قبل الاسم الجمع فقط لا غير. اذا عشان اختار من there is او there are لازم اروح حبيبي للاسم واشوف هل هو مفرد ولا لا يعد او هو جمع، وبالتالي هبدأ احدد. يعني لما يجي يقول لي كده there is ولا are some Jews، طبعا حبيبي طالما اداني is و are يبقى لازم اشوف نوع الاسم الاول، هروح هلاقي كلمة Jews. Jews حبيبي اسم لا يعد، وبالتالي هياخد is. تاني بالتالي هياخد is. مثال اخر لما يجي يقول لي there is ولا are some sugar،
اقول له نفس الفكره تماما، هبص على الاسم هلاقيه شوجر، شوجر سكر اسم لا يعد، فبالتالي هختار از لان برضو الاسم الذي لا يعد يعمل معامله المفرد. مثال اخر لما يجي يقول لي there is ولا are a pen، هبص على البن هنا هلاقي اسم مفرد ليه قبله a. واحنا قلنا حبايبي من علامات الاسم المفرد ان بيجي قبله a او an او one، فبالتالي طالما اسم مفرد هختار is. مثال اخر لما يجي يقول لي there is ولا are some carrots، carrots حبايبي بمعنى جزر. طيب الجزر هنا اسم جمع فبالتالي هقول there are. يبقى هنا مهم جدا ان انا افرق بين there is اللي معناها يوجد بيجي وراها اسم مفرد او اسم لا يعد، و there are اللي بيجي وراها اسم جمع. عشان اختار دايما بروح للاسم واشوف هل هو مفرد ولا جمع ولا لا يعد. تعالوا نشوف بقى اهم موضوع في الدرس الثالث، وهو ازاي هستخدم a او an او some او any. تاني ازاي هستخدم a او an او some او any. حبايبي لازم نتفق قبل اي حاجة ان انا عشان استخدم a او an او some او any لازم افرق بين ثلاث انواع من الاسماء. اول حاجة الاسم المفرد، تاني حاجة الاسم الجمع، تالت حاجة الاسم الغير معدود. تاني الاسم الغير معدود او الاسم الذي لا يعد. تاني الاسم المفرد، الاسم الجمع، الاسم الغير معدود. طبعا انا عارف الاسم المفرد يعني الاسم اللي ممكن يجي قبله ا او ان او وان، وهنا الاسم المفرد ده اسم معدود وممكن اجمعه. طيب شكل ايه كده؟ قال لي شكل مثلا ابن، شكل اكار، شكل ان ابل تفاحة. طيب اسم جمع اللي هو الجمع اللي بيجي من المفرد باضافة اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس او جمع شاذ شكل ما احنا خدنا قبل كده. يعني لو قال لي بنز فده اسم جمع، لو قال لي كارز فده اسم جمع، لو قال لي ديشز فده اسم جمع، لو قال لي من خلي بالكو ده اسم جمع بس شاذ يعني ما ضفتلوش اس ولا اي اس. طيب ايه الاسم الغير معدود؟ قال لي الاسم اللي انا ما اقدرش اعد منه ولا احط قبله رقم، يعني ما اقدرش اقول منه واحد واثنين وثلاثة واربعة. ودي دايما خاصة بنلاقيها حبايبي في السوائل، يعني شكل بالظبط كلمة water يعني مية ما اقدرش اعدها، juice العصير ما اقدرش اعده، meat اللحمة ما اقدرش اعدها، sugar السكر ما اقدرش اعده، رايس الرز ما اقدرش اعده. يبقى اذا قبل ما استعمل ا وان وصم واني لازم اكون عارف التلات انواع دول من الاسماء، الاسم المفرد، اسم الجمع، الاسم الغير معدود. ليه يا مستر بتدينا الكلام ده؟ قال لي لان طالما عرفت الفرق بينهم يبقى هيبقى سهل جدا ان انا استخدم ا او ان او صم او اني. تعال نشوف اول حاجة معانا النهاردة وهي استخدام a وان. تاني استخدام a وان. قال لي حبايبي ان a وان دي ما بتجيش غير قبل الاسم المفرد فقط لا غير. تاني a وان ما تجيش غير قبل الاسم المفرد، يعني ما تنفعش تيجي قبل الاسم الجمع او الاسم الذي لا يعد. بمعنى ان انا لو رحت لقيت الاسم المفرد يبقى انا هحصر نفسي في a وان فقط لا غير. طب يا مستر هجيب او ان امتى؟ قال لي انا عارف ان ا بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ساكن. طب ان؟ قال لي ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. تاني ا هجيبها لو كان الاسم المفرد بيبدأ بصوت ساكن، وان هجيبها لو كان الاسم المفرد بيبدأ بصوت متحرك. تعالوا نشوف حبايبي مثال كده على الكلام ده. يعني لما يجي يقول لي I have يعني انا معي، ويديني في الاختيارات a ويديني an ويديني some ويديني any. ادي الاربع اختيارات بتوعنا. ويجي يقول لي كده apple، apple يعني تفاحة، ويجي يقول لي تعالى يلا اختار. قلت لكم حبايبي طالما الاختيارات في a او an او some او any على طول هروح للاسم بتاعي اللي هو كلمة apple. ابل دي ملا هتقول لي ابل دي يا مستر اسم مفرد، وطالما
اسم مفرد يبقى على طول ولا ينفع صم ولا ينفع اني، يبقى الي او ان. وعشان اخد او ان لازم ابص للصوت بتاع الاولاني اه، صوت متحرك فبالتالي هاخد ان تاني، بالتالي هاخد ان. مثال تاني لما يجي يقول لي there is a an some any ويديني كلمة pen، هقول له اول حاجة هبص عليها حبايبي برضو هو الاسم، الاسم بتاعي هو كلمة pen. pen دي مالها؟ لازم احدد هل هي مفرد، هل هي جمع، هل هي لا تعد. هتقول لي لا البن دي يا مستر واسم مفرد، فبالتالي ما ينفعش صم ولا ينفع اني، يبقى لي او ان. طب اخد يا مستر، هتقول لي ايه لان البا صوت ساكن مش صوت متحرك. نيجي بقى على صم واني، تاني تعالى يلا على صم واني. قال لي صم واني حبايبي الاتنين دول بيجوا قبل الاسم الجمع وقبل الاسم الغير معدود. تاني لو انا شفت الاسم جمع او شفت الاسم غير معدود قال لي على طول هجيب صم او اني، تاني هجيب صم او اني. طب يا مستر ما انت كده حيرتني برضو، الاسم جمع واسم غير معدود هجيب صم ولا اني؟ قال لك اني دي بجيبها في النفي وكمان في السؤال. طيب صم، قال لي صم بتيجي في الجملة المثبتة وبتيجي في حاجة كمان بس خلينا نقولها في الآخر. طيب تعالى كده نشوف أنا هاخد صم ولا إني، وتعالوا نشوف الأمثلة على الكلام ده. لما أجي أقول لك there is a an some any juice، تعالى بقى نختار. اول حاجة شكل ما قلت حبيبي لازم ابص على الاسم اللي وراء الاقواس الاول اللي هو كلمة جوز، برافو عليكم. طيب كلمة جوز دي يا ترى مفرد ولا جمع ولا لا يعد؟ هتقول لي يا مستر لا ده اسم بيتعدش. قال لي خلاص ابعد خالص عن او ان. طب هروح لمين؟ قال لي هروح لصم واني. طب اجيب صم ولا اني؟ هتقول لي هنا لازم ابص لنوع الجملة، هل هي مثبتة ولا منفية ولا سؤال؟ طب هنا نوع الجملة ايه؟ سؤال؟ لا طبعا. طب منفية؟ لا دي جملة مثبتة، فبالتالي هختار صم. تاني هختار صم. مثال تاني لما اجي اقول there aren't، اقول لك a an some any onions، برضو هنا هبص على الاسم بتاعي اللي هو كلمة onions. onions حبايبي بمعنى بصل. طب البصل ده ايه؟ هتقول لي اسم جمع يا مستر. يبقى حبد عن مين؟ عن ايه، وحبد عن مين؟ عن ان. يبقى انا عندي بس صمو ايه واني، يبقى هنا لازم ابص للجملة، الجملة منفية، برافو عليكم. يبقى انا هاخد ها اني. تاني هناخد اني. طيب حبايبي في ناس بقى بتغلط جدا في الموضوع ده، ازاي؟ يجي يقول له مثلا I haven't got a an some any car. هنا بقى حبايبي الناس بتغلط غلط كبير جدا، يقول لك I haven't got a an some any car، دي جملة منفية فبالتالي هختار اني. هقول لك لا انت كده ارتكبت خطأ كبير. ليه؟ لانك رحت على نوع الجملة الاول وده ما ينفعش. لازم اروح على مين حبيبي؟ على الاسم الاول اللي هو كلمة مين؟ car. ايوة مالها؟ ده اسم مفرد، اذا انا مش محتاج لنوع الجملة، انا محتاج اعرف ساكن ولا متحرك عشان اخد او ان. فبالتالي هقول الكار اسم مفرد فهروح لآ عشان الكا صوت ساكن. يبقى اوعى ترتكب الخطأ وتروح لنوع الجملة الاول، روح حبيبي للاسم الاول. تعال يلا على المثال البسيط ده، لما يجي لي have you got a an some any water، برضو هعمل ايه؟ هبص على الاسم الاول، الاسم لا يعد،
يبقى ولا آه ولا آن. صام إني. طب ده إيه؟ هتقول لي سؤال، فبالتالي هختار إيه يا حبايبي؟ هتقول لي إني. يبقى have you got any water؟ تاني have you got any water؟ حبايبي حتى أنا ممكن أعرف نوع الجملة، هل هي مثبتة ولا منفية من خلال صام وإني. يعني مثال ساعات يقول لي كده there is ولا are isn't aren't any apples. هتقول لي اه. برضو هنا حبايبي هروح على الاسم الاول apples، مالها جمع، برافو عليكم. يبقى شيل على طول اي حاجة تمشي مع المفر، بشيل is و isn't، با ار و aren't، واحدة مثبتة وواحدة منفية، ايه اللي هيحدد لي؟ هتقول لي برافو عليك اني. اني دي اللي هتحدد لي هو نفي ولا جملة مثبتة، هتقول لي هاخد aren't عشان في اني. نفس الكلام لو كان في some كنت خدت ار. يبقى اذا انا ممكن احدد نوع حبايبي الجملة اللي هي منفية ولا مثبتة عن طريق some واني. يعني لو مداني مثال تاني كده وقال لي there is ولا are ولا isn't ولا aren't some juice، هقول له هبص برضه على مين حبايبي؟ برافو عليكم على الاسم. الاسم ده لا يعد، يعني ولا ينفع aren't ولا ينفع are، لان طالما لا يعد يبقى انا مع المفرد ده، اكني مفرد بالظبط. طيب با is و isn't، تاخد is ولا isn't؟ هتقول لي في some، برافو عليكم، يبقى انا هاخد is. طب تعالوا بقى على الحاجة المهمة جدا، وهي ازاي استخدم صم في حاجة غير الجملة المثبتة. قال لي صم حبايبي ممكن استخدمها في السؤال. تاني صم دي حبايبي ممكن استخدمها فين؟ ها في السؤال، بس بشرط السؤال ده حبايبي يكون طلب. تاني السؤال ده يكون طلب او ايه كمان؟ قال لي او عرض. يعني لو انا بعرض على واحد حاجة او بطلب منه حاجة، قال لي هستخدم هنا في السؤال صم ومش هستخدم اني. طيب يعني ايه يا مستر سؤال عرض وطلب؟ قال لي يعني لو لقيت السؤال بادئ بكان اي اللي معناها ممكن، او كود اي اللي معناها برضو ممكن، او would you like. حبيبي would you like دي معناها هل تود. قال لي ده عرض. تاني ده عرض. قال لي لو لقيت سؤال بادئ بكود اي او كان اي او would you like، ده عرض وده طلب، فبالتالي هختار سم مش هختار اني. يعني لما يجي يقول لي كده كان اي هاف ا ان سم اني تي، فالناس هتفرح قوي، ايوه ده سؤال فانا هاخد اني. هقول لك لا، لاحظ ان السؤال ده بيبدا حبايبي بكان اي. كان اي دي معناها هل يمكنني، ممكن يعني. طيب طالما السؤال ده عباره عن طلب، قال لي برضو ببص نوع الاسم الاول تي، اسم لا يعد، يبقى ما ينفعش ا ولا ان سم اني. بس هنا بقى حبايبي هاخد مين؟ صم. ليه؟ لان ده عبارة عن طلب مش سؤال عادي. مثال تاني لما يجي يقول لي would you like، يعني هل تود، ويديني برضو ايه وان، ويديني كمان صم، ويديني كمان اني، ويديني جوس. سؤال برضو صح؟ ايوه. واسم لا يعد، جميل، يعني مينفعش ايه ولا ان. طب اخد صم ولا اني؟ ففي ناس هتقول اني. هقول لك لا، خلي بالك انه بادئ بكلمة مين؟ would you like. فبالتالي طالما قال لي would you like، لازم هنا اجيب صم، لان ده عرض. تاني لان ده ايه حبايبي؟ عرض. وفي العرض والطلب بختار صم، ما بختارش اني. وده كان كل شيء موجود في الدرس الثالث. يا رب تكونوا فهمتوا معانا. انتظرونا في الحلقة الجاية ان شاء الله، واللي هنشوف التطبيق على الكلام ده في كتاب المعاصر، وكمان مواضيع listening وreading بتاعت الدرس الثالث. يلا شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد ان شاء الله، واستنونا في الحلقة اللي جاية. Goodbye. السلام عليكم.